بعث الله غرابا، يعني الغراب اللي اسكت علم اسرائيل، وهي الحادث الثاني على فكرة، هو مبعوث من الله سبحانه وتعالى. ظن كثيرون في البداية أنه فعلا جنرال حقيقي بسبب لكنته الإسرائيلية وزيه العسكري. الفنان الفلسطيني علاء قدوحة الذي اشتهر بفيديوهاته الساخرة من إسرائيل بتأديته شخصية الجنرال موشي، يلقى حتفه هو وعدد من أفراد أسرته بغارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 5 من عائلة الدوحة وإصابة آخرين. طول الليل مش عارف أنام من الخوف زي أي مواطن في الدولة، وكنا مجهزين حنا عشان نشغي نتخبى في الملاجئ زي الفيران. الفنان قدوحة شارك في العديد من الأعمال الدرامية الفلسطينية، من بينها مسلسل قبضة الأحرار الذي اعتبره ناشطون محاكاة لمراحل عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في غزة ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. قدوحة يعد كذلك من بين أشهر الفنانين على منصة تيك توك منذ تجسيده عام 2023 شخصية الجنرال الإسرائيلي موشي، حيث جذب إليه عديد المتابعين لأدائه المتقن لشخصية الجنرال، خاصة في فيديو الغراب الذي أسقط علم إسرائيل.